كلامي اليوم شباب للأشخاص اللي فاكرين السوق السعودي ابتدى وتطورات الحماسية الحاصلة بسوق الكريبتو، أيضا أكبر سرقة وعملية احتيال بفضاء الكريبتو، حوت كبير بحركة ضخمة لثاني أكبر عملة رقمية عملة الإثريوم، وتطورات ضخمة لعملة تونا كلاسيك. هل سيكون الانفجار قريب؟ أيضا صديقي رح يتم إعلان عن اسم الفائز معنا بنهاية الفيديو، ولا تنسى تترك تعليق لتكون أحد الرابحين معي بيوم غد صديقي. أما على الصفقات المجانية اللي منقدمها بمنصة أكسنس، منصة بتدعم اللغة العربية وتقبل جميع الجنسيات، بتحصل على بونص ترحيبي قدره $1000 مجرد ما سجلت عن طريق الرابط اللي بأسفل الفيديو، وبتحصل كمان على خدماتنا المجانية. صفقتنا مجانية بالكامل، ما عليك صديقي إلا تنضم لي عن طريق الرابط اللي بأسفل الفيديو. وشكرا لك ودعمك. وهلا شباب خلونا نبتدي. انفجار البيتكوين واختراق مناطق الـ 53,000. لكل الأشخاص بتاريخ البيتكوين شباب، السوق السعودي بيبتدي بعد حدث التنصيف للبيتكوين اللي بيأتي قبله تصحيح عنيف قائم على أخبار كبيرة سلبية، وبسبب بيع المعدنين نفسهم. لكل شخص بيفكر بأنه ابتدأ السوق السعودي البيتكوين من الأصح يعمل تصحيح بخلال شهر آذار قبل حدث الهامفينج في أبريل القادم، بعد وصول التتن سبلاي في فضاء الكريبتو إلى 8 تريليون، أكبر عملية سرقة احتيال بسوق الكريبتو. صديقي الخبر سيء جدا، إيقاف عمليات السحب في منصة بيت فوركس بسبب عمليات احتيال بقيمة 56 مليون من محافظ الساخنة داخل المنصة. هذا الخبر مشابه لإفلاس منصة FTX، لذلك صديقي عليك الحذر من تفاعل الأسواق مع هذا الصعود الحاصل. أما عن منصة إكس تويتر سابقا، حساب شركة مايكرو استراتيجي التابعة لمايكل سيلر، الاحتيال بقدر $440,000 طبعا عن طريق اطلاق عملة رقمية مع رابط احتيالي اللي هو رابط هاكر. اصبحت الان عمليات التهكير بشكل احترافي حتى على اكبر الشركات. اما صديقي عن عملة الاثريوم اللي عملت قمة جديدة، وصلت لمناطق ال 3200، حوت كبير حرك العملة بقدر $45 مليون، 14,600 حبة اشترى هذا الحوت بشكل كبير. اما عن اخر تطورات عملة الاثريوم، كشف مؤسس الاثريوم عن خارطة الطريق لتحديث البلوكشين الاثريوم لتعزيز امان الشبكة وتحسين برنامجه بشان تعدد المعاملات ورسوم الغاز. للتذكير صديقي، نحن على بعد 90 يوم عن صناديق الـ ETF سبوت للاثريوم، يعني نحن على بعد حدث كبير للعملة. أما شباب عن عملة لونا كلاسي، هل سيكون الانفجار قريب؟ ربما بعد هاي التحديثات. كشف مطورين عملة لونا كلاسيك عن ترقيات أساسية ورئيسية للشبكة رح تدعم منصة باينانس بالتأكيد، حسب توقعات الحيتان ظهور إشارات سعودية مع نشاط السوق الأخير، ارتفاع العملة إلى منطقة 0.3012 والثبات أعلى هاي المنطقة رح يكون هدفنا عن منطقة 0.3019. وطبعا العملة تأثر بتصحيحات السوق. حابب تدخل العملة كمضاربة، انتظر تصحيح البيتكوين ووصول العملة إلى منطقة دعم مناسبة، من بعد الدخول مع الستوب لوز لتأمين حسابك. وهلا شباب خلونا ننتقل للموقع الشهير لسحب التعليقات بشكل عشوائي. طبعا هون وضعنا عنوان الفيديو وشلنا التعليقات المتكررة. هذا هو الشخص الرابح، بتمنى من صاحب التعليق يتواصل معي ليحصل على الجائزة.
وانت صديقي لا تنسى تترك تعليق لتكون احد الرابحين معي بيوم غد. وهيك شباب بيكون وصلنا معكم بنهاية الفيديو. لا تنسى صديقي دعمك على قناة التليجرام وقناة اليوتيوب، ولا تنسى تفعل زر الجرس لينتشر هذا المحتوى ليصل لأكبر عدد من الاشخاص لحتى يستفادوا من مسابقاتنا اليومية ومن صفقاتنا المجانية. وشكرا لكل داعمين قناة عالم العملات الرقمية.